السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنكون مع بعض ان شاء الله زي العاده لمده ساعه، وهنعمل وصفات ان شاء الله تعجبكم وتكون لذيذه كده، وبالذات مع دخله الجو اللي ابتدى يسقع ده شويه. فالوصفه دي اول وصفه هنعملها من الوصفات اللذيذه اللي بتتحط في الفرن وبتتاكل سخنه، وهنعملها بنكهه جديده خالص. البريد بودنج احنا متعودين دايما نعمله بالشوكولاته الدهنه، او بنعمله بالبسكوت زبده القرفه بالصوص بتاعته. النهارده هنعمله بنكهه شرقيه، مش شرقيه بس نكهه شويه مختلفه، وهي زي التريليتش. جه في بالي انه التريليتش بنعملها بالكيك السبونج، هنعملها النهارده نحطها على الكرواسون، وبنعملها خلطه ما بين التريليتش وما بين البريد بودينج، فطلعت لذيذة جدا فحبيت ان احنا نعملها مع بعض. عشان نعملها عايزين تقريبا 6 كرواسون، وعايزين طبعا معمول جاهز، عايزين كوباية حليب مبخر، كوباية حليب مكثف محلى، وكوباية كريمة، عايزين معلقة صغيرة زعفران، وعايزين 3 بيض وفانيلا. للوش بعد ما تطلع او ممكن قبل ما تطلع هنحط لها فستق، وبعدين نحط لها ورد طبيعي. طيب اول حاجه هنعملها، عايزين نخلط الحليب اللي عندنا. عندنا 3 انواع من الحليب زي ما اتفقنا، مكثف محلى والمبخر والكريمه. طبعا المبخر هو اللي بيتحط مع الشاي، معروف جدا، في منه انواع كتير، هاتوا النوع اللي يناسبكم. والمكثف المحلى احنا عارفينه. الفرق بين المكثف المحلى والمبخر لما تروحوا السوبر ماركت، طبعا هو ان المبخر لما بتيجوا بترجوا العلبه كده بيترج معاكم من جوه، واسمه ايفابوريتد ميلك او حليب مبخر. الحليب المكثف المحلى ما ترجوا العلبه ما بيترجش معاكم، يعني انتم مش سامعين صوت السائل جوه لانه سميك، واسمه كوندنسد ميلك او الحليب المكثف المحلى. والكريمه طبعا اللي هي الكريمه العاديه، بس استعملوا كريمه حيواني، ما تستعملوش كريمه نباتي، لان الكريمه النباتي مع الحراره بتقطع شويه، الكريمه الحيواني هي اللي بتفضل ماسكه نفسها. هناخد الحليب المبخر، شايفين ازاي نوعا ما سائل. شوفوا بقى الحليب المكثف المحلى في المقابل ازاي، شوفوا شايفين سميك اهو، شايفين مش زي الحليب المبخر. تمام، وهنحط كمان الكريمة، كوباية كريمة. هنحط البيض، عندنا 3 بيضات، وهنحط الفانيلا. ونجيب بقى المضرب، لان الكلام ده ونجيب بقى المضرب لان ده مش هيختلط بالسباتولا. نخلطهم مع بعض كويس، وهحط معاهم، بس نتاكد ان البيض كله اختلط. هنحط معاهم الزعفران، ونخلط. هسيب دول كده للوش عشان يعني يبقى باين ان الوصفة بتاعتنا فيها زعفران، فهسيب شويتين كده على الوش. هو اصلا كل اللي احنا حاطينهم ما يجوش نص معلقة صغيرة، يعني طبعا كل ده مش هنسيبه في المضرب ابدا، لازم كله ينزل. ده يعني الزعفران طبعا بنقدر نستغنى عنه، بس هو يعني يعتبر اغلى تابل في العالم تقريبا، هو اغلى تابل في العالم. طريقة تقطيفه، طريقة حصاده، يعني الفترة اللي بيكبر فيها، يعني في عوامل كتير قوي بتخليه اغلى تابل في العالم. وتقريبا تاني اغلى تابل في العالم هو الفانيلا، الفانيلا الفريش طبعا. طيب هنجيب دلوقتي البايركس بتاعنا، وعندنا الكرواسون زي ما اتفقنا جايبينه جاهز، مخبوز جاهز، وهنقطع الكرواسون بتاعنا بهذا الشكل بطريقة عشوائية.
طبعا الكرواسون كمان لو بايت قرب يعني مش فريش قوي كمان بيبقى احلى واحلى. وهو ده الوصفة دي من الطرق اللي بنقدر ننقص فيها الكرواسون بتاعنا قبل ما يبوظ لو محدش عايز ياكل منه يعني. لانه طبعا بنحط له السوائل بيرجع تاني يبرد يرجع تاني يطرى فبيبقى زي ما احنا عايزين. لا مش حلو بالمقص. خلاص تمام كده احسن. هو 6 كرواسون كده من الكبير ده كويس قوي لان ده لسه هيهبط. بس الفكرة حلوة صح؟ يعني فكرة كيكة التريليتشي اللي هي الكيكة اللي بيطلق عليها كيكة تركية وهي ليست بكيكة تركية خالص، هي كيكة مكسيكية بس لما عملوها الأتراك اشتهرت. رزق. طيب هناخد بقى كده الخليط بتاعنا ونبتدي نحطه على الكرواسون اللي عندنا. تمام نرجع تاني نقول عندنا هنا حليب مبخر، عندنا حليب مكثف محلى، وعندنا كريمة. أتأكد إنه بس الحليب أنواع الحليب بتاعتنا يعني مغطية كل الكرواسون اللي عندنا. عايزين بس ايه نقلبهم كويس مع بعض عشان ايه نتأكد. شايفين يعني علشان كل اللي تحت ده كله كل السوائل توصل للكرواسون كله. كمان بيفضل عشان تبقوا عارفين قبل ما نحطه في الفرن نخليه كده تقريبا نص ساعة برة علشان يتسقسق كويس من الخليط السائل اللي احنا حاطينه. تمام كده انا بقول لكم دايما كل وصفة بنعملها بقول لكم التبس بتاعت نجاحها علشان تبقوا عارفين. فده يفضل ان احنا زي ما قلنا نسيبه نص ساعة قبل ما ندخله الفرن علشان يتسقسق كويس. خلاص احنا هنعتبر ان احنا سبناه نص ساعة دي نخلص بقى ونروح مقلبينه تاني ونروح واخدينه حاطينه في الفرن. بنقدر نحط الفستق معاه من الاول وبنقدر نحط الفستق في الاخر لما يطلع زي ما تحبوا. ده هيقعد في الفرن على درجة حرارة 180 تقريبا، هنسيبه 35 دقيقة تقريبا 35 دقيقة. تمام يلا بينا على الفرن وخلينا دلوقتي نحطه مع بعض ونطلع بعد كده الفاصل. يلا ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض وصفة خطيرة لذيذة بشكل، والأهم ده كله إن على لذاذتها صحية. فالوصفة بتاعتنا النهاردة هي هنستعمل فيها الرايس كيك اهو، وده طبعا بيتباع في اغلب السوبر ماركتات لانه طبعا طعمه لذيذ جدا جدا وفي نفس الوقت صحي. فهنستعمل الرايس كيك بتاعنا النهاردة مع زبدة فول سوداني وفول سوداني محمص دارك شوكليت، وعايزين لو تحبوا هنستعمل ستيكس خشب. عايزين ورق زبدة علشان نشتغل بيه. ورق زبدة لو سمحتوا، ورق زبدة بليز، ورق زبدة. طيب هناخد دلوقتي، شوفوا عندنا هنا فول سوداني محمص وعندنا هنا الرايس كيك، واحنا قلنا الرايس كيك ده بيبقى هش جدا وبيتباع في اغلب السوبر ماركتات لانه هو خيار صحي جدا دلوقتي وممكن يتقدم مع حاجات كتير. يعني في ناس بيحطوا عليه من فوق سموكت سامن، بيحطوا عليه خضار، بيحطوا عليه تونة، يعني زي ما انتوا عايزين بتقدروا تحطوا عليه. النهاردة احنا هنحط عليه البينات باتر او زبدة الفول السوداني، وعندنا السوداني المحمص. هناخد دلوقتي البينات باتر اللي عندنا وممكن بعد كده نحطه كمان في ستيكس للأطفال بينبسطوا عليه. هناخد البينات باتر اللي عندنا وهندهنها على
رايس كيك بتاعنا بهذا الشكل كده. هناخد بقى دلوقتي السوداني، الفول السوداني اللي عندنا، وهنحطه كده اوزعه على الوش. بالشكل ده. هناخد بقى دلوقتي الشوكليت كيك اللي عندنا، الدارك شوكليت اللي عندنا، ونجيب ورق الزبدة أو ورق الشمع ونحطه كده هنا. وهناخد الستيكس بتاعتنا، عايزين تحطوا بقى الستيكس دي هنحطها دلوقتي كده هنا، مش عايزين تحطوها يبقى مش هنحطها، ممكن تحطوا كمان اتنين مع بعض وتحطوها في النص زي ما تحبوا. هناخد دلوقتي، خلينا ناخد بولة مثلا كده، نحط هنا الشوكليت بتاعتنا. كنت عايزة احطها هنا الاول، خلاص مش مشكلة، هنحطها كده عليها. ممكن تغطسوها كلها وممكن بس تغطسوا الوش زي ما تحبوا، زي ما انتوا عايزين كده. وهنحطها على ورق الزبدة بهذا الشكل. هنكرر بقى العملية دي مع كل اللي عندنا لغاية ما نخلص. خلينا نعمل واحدة تانية نغطسها كلها عشان تبقوا شفتوا لو غطسناها كلها ولو غطسنا بس الوش ازاي بتكون. نحط دول كده وناخد السوداني اللي عندنا ونحطه كده، وهنضغطه شوية كده، وبعدين ناخده نحطه هنا كده. بصوا بقى، خلينا نحط دي كده هنا، نغطيها كويس، ونجيب شوكتين بسرعة ونطلعها بالشكل ده، ونصفيها كويس. فدي بحالة عايزين تغطوها كلها، تمام اهي كده، ونحطها برضو هنا لغاية ما تبرد خالص. انا هكمل بقى بقية الكمية اللي عندنا، ونطلع دلوقتي لفاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض وصفه لذيذه قوي قوي قوي، بالذات للي بيحبوا الحراق هينبسطوا عليها جدا. طيب تعالوا نشوف ايه اللي خرج من الفرن. صحيح الاول عندنا البريد بودينج بتاعنا اللي بنكهه التريليتشي، خلص. هنحط له بقى شويه فوق، ريحه حلوه قوي، هنحط له شويه ريحه دسامه كده وريحه حليب، ما هي كلها حليب بقى، نحط لها كده شويه فستق على الوش، ونحط لها الكام شعرايه من الزعفران كده عشان يبانوا، نحطهم على الحتت الفاتحه يا جماعه عشان تبان. احنا كل القصه دي مستعملين فيها تقريبا يعني نقول نص معلقه صغيره، خلاص كفايه كده قوي. لا في هنا شعرايه ودي حقها فلوس. يلا بقى بينا دلوقتي نعمل دي الشوكليت بتاعتنا. انا عملتها بس هنستنى عليها شويه كده لما تبرد علشان خاطر ننقلها على طبق التقديم، لانه لسه ما بردتش على الاخر، بس دي بردت اهي تقدروا تشوفوها. شايفين لذيذة قوي ها؟ تحفة تحفة بجد.
هنعمل دلوقتي وصفة لذيذة لذيذة لذيذة. ايه هي؟ فلفل حراق محشي باللحمة ومتغلف بالباف بيستري. الباف بيستري بنقدر نغيرها بأي عجينة تانية، ولكن يعني ممكن عجينة العشر دقايق مثلا، بس عجينة الباف بيستري أسرع وبيطلع طعمها حلو جدا جدا جدا. فأنا عشان بس نختصر الوقت، هنجيب بولة ونقرا المقادير مع بعض. طيب عايزين ايه؟ عايزين بس 150 جرام تقريبا من اللحمة المفرومة، ملح وفلفل، رشة بهارات، رشة جوزة الطيب، 2 فص ثوم مفروم، عجينة باف بيستري، وعايزين بيضة للوش، وعايزين فلفل حراق يكون نفس الحجم بغض النظر بقى أحمر ولا أخضر مش فارقة. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ بتقدروا تحطوا بصل كمان لو عايزين. هناخد دلوقتي اللحمة اللي عندنا وهنحطها كده هنا، وهناخد الملح والفلفل، ادي الملح وادي الفلفل، ادي الثوم، وادي التوابل. حطوا اللي انتوا عايزينه، عايزين تحطوا ان شاء الله تحطوا كمون، ان شاء الله شوفوا انتوا عايزين تحطوا ايه وحطوه. تمام كده، تبلوا اللحمه زي ما تحبوا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الفلفل الحراق بتاعنا، هنعمل فيه ايه؟ خلاص كده احنا اللحمه عندنا جاهزه، تمام التمام. هناخد اللحمه اللي عند الفلفل الحراق اللي عندنا وهنفتحه، خلينا نحط دي كده هنا، هنفتح الفلفل الحراق كده. بصوا شق طولي، بفضل انكم ما تشيلوش العصايه دي اللي فوق، ده بيبقى شكلها حلو قوي لما بتتعمل، لما بتتخبز يعني، ودي بتبقى فوق باينه كده. هناخد دلوقتي اللي جوه ده هفضيه، تمام كده. نعمل كمان واحده، ونشيل اللي جوه، خلاص كمان واحده. انا صراحه عايزه اعملهم كلهم علشان نحطهم كلهم في الفرن، لان بجد بيطلع طعمها لطيف قوي قوي قوي. يلا هناخد دلوقتي اللحمه اللي عندنا، بس مش معقول ما جاتش على واحده، فهشيل بس ده. طبعا لو سبته اللي جوه ده يعني هتبقى الدنيا مولعه مولعه. اخر واحده، يلا افتكر اني عملتها مره زمان بس بعجينه العشر دقايق، بس بالباف بيستري زي ما قلت لكم، غير طعمها اللذيذ كمان اسرع. هناخد بقى اللحمه بتاعتنا دلوقتي دي كده، خلاص هناخد اللحمه، شوفوا انا هنا، هناخد اللحمه بتاعتنا وهنحشي بيها الفلفل الحراق بتاعنا بهذا الشكل. اهي نحشيها كلها بقى، هناخد بقى دلوقتي الباف بيستري اللي عندنا وهوريكم هنعمل بيها ايه. ناقص واحدة، يلا بينا على الباف بيستري. عندنا الباف بيستري سواء كانت المربعات او كانت الكبيرة، دي الكبيرة احسن طبعا لانها حتى يعني هناخدها كلها كده مرة واحدة، بس لو ما فيش بتقدروا تجيبوا العادية المربعات ما فيهاش اي مشكلة. هنقطع العجينة بتاعتنا بالطول، هنقطعها بالطول بهذا الشكل،
تمام كده اهي. احنا عندنا 1 2 3 4 5 من غير ما تفردوها يا جماعة، يعني مش محتاجة ان احنا نفردها بالنشابة على السمك بتاعها. انا ما بفردهاش بالنشابة، يعني زي ما هي بالظبط على طول بتحطوها بتخنها. هناخدها بقى كده، بصوا هنحطها كده وهنلف، واحنا بنلف بنحاول نخلي الطبقة دي فوق دي، شايفين ازاي كده. لو عايزينها تفتح شوية في الفرن ويبان اللون الاحمر او الاخضر بتاع الفلفل، يبقى حطوهم تحت بعض على طول، ما تحطوهمش فوق بعض. الحتة دي مش هتخليهم يفتحوا في الفرن من بعض، فاهمين قصدي ازاي. وناخد اخر حتة كده ونضغطها بالشكل ده اهي، نعملهم بقى كلهم بالمنظر ده كده. عايزين تكملوها للاخر خالص، بتقدروا تاخدوا حته عجينه زياده وتكملوها للاخر. عايزين تسيبوا حته باينه كده منها علشان يبقى باين ان ده فلفل، برضو بتقدروا زي ما تحبوا. هناخد بقى الكلام ده كله وهنحط عليه من فوق بيضه، ندهنه بالبيضه، وبعدين هناخد السمسم او حبة البركة زي ما تحبوا انتوا عايزين تحطوا عليه ايه، وبتغطوا او بتحطوا عليه من السمسم او حبة البركة على الوش. خلينا ناخد اخر واحدة نعملها هي كمان علشان ندخلهم الفرن معاكو دلوقتي، وهيخلصوا ان شاء الله على السيجمنت الجاية يكونوا خلصوا. اهم حاجة نحطهم على درجة حرارة مش عالية، يعني 180 كفاية جدا، علشان احنا عندنا اللحمة نية. العجينة مش مهم عندي، العجينة هتستوي بسرعة، بس انا عايزة اللحمة تستوي. فتحطوها على درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي عندنا العجينة. تمام، هناخد الصينية بتاعتنا اهي. استنى نحط حتة العجينة دي هنا بدل وصلنا ووصلنا، ودي كمان ناخد لها حتة عجينة أحلى. تمام كده أهي. هناخد بقى دلوقتي البيض اللي عندنا وهندهن الفطاير بتاعتنا بالبيض. تمام، وهنحط عليها يا سمسم يا حبة البركة زي ما اتفقنا، وزي ما قلنا على الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما تستوي، بتقعد تقريبا 25 دقيقة. هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل أكون أنا خلصت دول وحطيتهم في الفرن، ونكمل مع بعض بقية حلقتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. تعالوا نشوف مع بعض شكل الفلفل الحراق بتاعنا بعد ما خلص اهو. ده بيكون شكله زي ما انتم شايفين. قدموه بقى، عايزين تقدموه مع زبادي، مع كاتشب، مع مايونيز، مع ساور كريم، مع اللي انتم عايزينه قدموه معاه. بنحطه في الفرن زي ما اتفقنا من 25 ل 30 دقيقة على درجة حرارة 130، وده بيكون شكله بعد ما بيخلص. وكمان ده شكل الرايس كيك بتاعتنا برضو بعد ما خلصت واكلت منها حتة، لانها بجد لذيذة جدا جدا جدا. شوفوا جوه كده طبقة البينات باتر مع السوداني المحمص مع الدارك شوكلت. دي كانت الوصفات بتاعتنا اللي عملناها لكم النهاردة، واللي بتمنى انها تكون عجبتكم. عملنا معاكم الفلفل الحراق المحشي باللحمة زي ما قلنا، بهاروا اللحمة زي ما انتم عايزين. العجينة بتقدروا تستعملوا باف بيستري زي ما احنا استعملنا، بتقدروا تستعملوا عجينتكم الخاصة، بتقدروا تستعملوا عجينة العشر دقايق زي ما تحبوا. المهم انها لما تدخل الفرن تقعد من 25 دقيقة لنص ساعة علشان خاطر اللحمة تكون استوت، وبعدين بنولع عليها من فوق لو عايزينها
لو بعد نص ساعه ما كانتش لسه احمرت بنولع عليها من فوق. وكمان عملنا معاكم الرايس كيك بتاعنا، حطينا له بينات باتر، وفوق البينات باتر حطينا الفول السوداني المحمص، وبعدين غطسنا كل الكلام ده في الدارك شوكليت. وصفه لذيذه لذيذه، يعني حتى اللي ما عندوش لايف ستايل في حياته بياكلها هينبسط منها جدا. كمان عملنا معاكم البريد بودينج بنكهه التريليتشي، حطينا معاها ثلاث انواع من الحليب، حطينا كريمه وحطينا حليب مبخر وحطينا حليب مكثف محلى. الوصفات بتاعتنا هتنزل كلها على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا كمان شويه على الفيسبوك، واللي ما لحقش يشوف الحلقه من اولها بيقدر يشوفها في الاعاده. عندنا اعادتين، اعاده الساعه 8 بالليل واعاده بعديها بشويه على طول الساعه 1 بعد منتصف الليل. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده باذن الله. باي باي.